في حوالي 8000 شخص محبوسين بين السجون والنظارات ومراكز الأمن بظروف غير إنسانية، بيتناوبوا تيناموا على الفرش الموجودة بغرف مكتظة، محرومين من أدنى شروط الحياة. لاعتبار أنه هيدي الظروف الصعبة هي عقاب للمجرمين، بتناقضوا أرقام وزارة العدل. بتقدير مديرية السجون، نسبة المسجونين والمحتجزين لدى الدولة بأيار 2023 يلي بعد ما تحكموا توصل لل 65%. بالسجون بس، من دون النظارات ومراكز الأمن، 59% بعضهم بريئين قانونياً. السجن بلبنان بعاقب قبل الحكم، وهيدا منه فشله الوحيد. بغياب أي سياسة إعادة تأهيل وبيظل وصمة العار حول يلي بيفوت على السجن، جزء كبير من يلي بيفوت على الحبس بيرجع بيلاقي حاله بنفس الظروف الاجتماعية يلي خلته يخرق القانون من الأساس. في شي بيرومي بيقلوها، اللي بيشرب من مية رومي بيرجع له. سجن فيه بريئين قانونياً، سجن بعاقب قبل الحكم، وسجن بعيد إنتاج شروط الجريمة. فينا نعتبر كل هول أخطاء ناتجة عن سوء إدارة، أو فينا نسأل إذا هالسوء الإدارة منا بيصلب طريقة عمل السجن بلبنان. شو تماماً يلي عم ننساه ورا حيطان السجون؟ الجريمة والمجرمين أو العدالة؟ السجون والنظارات مكتظة. في اليوم 6095 شخص بالسجون حسب وزارة العدل، وبالتقديرات في فوقهم حوالي 1500 شخص موقوفين بنظارات مخافر الشرطة ناطرين يفضى محل بشي سجن، وبينزاد عليهم تقريباً 400 شخص موقوفين بالمحاكم العسكرية والأمن العام. هيك منوصل لمجموع 8000. السجون منا مجهزة تستقبل هذا العدد. يعني مثلاً نحن 23 بنت بغرفة حمام واحد. بال2015 كانت قدرة استيعاب السجون تخطت 180%. اليوم صار عدد المساجين بيتجاوز 2-3 أضعاف قدرتها على الاستيعاب، وهذا الاكتظاظ بيترجم بشروط حياة كارثية. مساجين بيتناوبوا ليناموا على فرش مهرية، انقطاع بالأكل، مي ملوسة، تناقل للأمراض. بعض السجون مش مؤهلة للبشر من الأساس، مثل سجن القبة يلي كان اسطبل للأحصنة. مع الأزمة صار الوضع أصعب، الحكومة أعلنت أنها ما رح تقدر تأمن أكل، والخدمات الطبية صارت بتتأمن من قبل قوى الأمن، وآخر طبيبين بعضهم بيقبلوا يزوروا حبس رومية مرة بالشهر بالمعاش اللي عم بينعطاهم. خلقت بنتي بعده لهلأ ما أجا حكيم شافة، بنتي صار عمرها هلأ 4 أشهر ونص، الحليب مش مأمن له، حتى أحكي أهلي يجيبونا حليب تكون بنتي مقطوعة إلى 3 أيام. هول المشاكل بيوصلوا لحد الوفاة. بال2022 مات على الأقل 18 سجين، أغلبهم بسجن رومية. المسجونين منسيين ورا حيطان السجن ومتروكين تحت سيطرة تشاويش يلي هو شخص كمان بالسجن مسيطر على الزنزانة ومسؤول عن لم الخوات وتأمين الحماية والخدمات تحت عنف وترهيب يومي داخل الزنزانة. في عصابات كتير جوا داخل السجن، كانوا في عصابة قلب عصابة بقلب عصابة جوا بالسجن، في العصابة الكبيرة اللي مستلم الحبس، العصابة الأكبر اللي بتدير كانت المخدرات وما مخدرات وبيتصلبطوا العالم بيشلحوا العالم المصاري الدخان، وغير بعض المنظمات الخاصة أو الدولية اللي عم بيأمنوا بعض الحاجات الأساسية. نزل السجون متروكين لأبشع أنواع الذل، عقابهم هو أنه يختفوا بدهاليز النظام السجني. إذا عقوبة السجن حسب تنظيم وزارة العدل بتهدف إلى إصلاح السجين وإعادة تأهيله ليرجع على المجتمع، بالواقع السجون عم تعمل العكس. شروط الحياة بالسجن بيجبروا السجين أنه يحتمي بعصابات ليأمن أبسط حاجاته. ما في أرقام عن عدد الناس يلي بيرجعوا بيفوتوا على الحبس من بعد إطلاق سراحهم بلبنان، إنما المصادر بالدولة بتقول أنه النسبة مرتفعة جداً. بغياب برامج رسمية للتأهيل، وبالمناسبة حتى خانة برامج التأهيل ما بتشتغل على موقع إدارة السجون، الفوتة على السجن بتعني سجل عدلة وبتعني توقف عن العمل وبتعني وصمة عار وملف ما بينتهي، يعني بتعني إعادة إنتاج للظروف الاجتماعية يلي وصلت للجريمة. بيتحول السجن لمدرسة لتعليم شتى أنواع الجريمة، وبيطرح سؤال غاية السجون. ما بحياتي ما ضربت حالي بشفرة، صرنا نشيل شفرة ونضرب حالنا، نحب السرقة، نحب نتقاتل مع العالم، نحب شغلات كتير ما كنا نعرفها قبل ما انحبس أنا. حل الدولة هو المطالبة ببناء سجون أكبر وبتمويل إضافي من جهة، ومن جهة تانية بطرح قوانين لتخفيض السن السجنية والكلام عن قانون عفو عام عادة كل 4 سنوات ليرضى جمهور انتخابي. هالقوانين رغم أنه بيحولوا موضوع العدالة من القضاء للحكومة وفيهم مشاكل عديدة، صاروا ضرورة ليحلوا مشاكل الاكتظاظ بالسجون، بس ما عم بيتعاطوا مع أساس المشكلة. الاكتظاظ منه ناتج عن ازدياد للجريمة أو نقص بالسجون، سبب المشكلة بالأساس بالإضافة للفوضى الإدارية هو ازدياد بالأشخاص يلي ناطرين أنه يتحاكموا من جهة، ومن جهة تانية قوانين بعدها بتجرم عدد من الممارسات وبتفرض عقوبة السجن عليهم. مرة ما حاضر القاضي ومرة ما في محامي، وهي صار جلستين أو ثلاثة بسبب الكورونا. خلينا نطلع على أول سبب، من كل 10 أشخاص بالحبس في بين 6 و7 ناطرين يشوفوا قاضي،
وبالتالي بعدهم بريئين بنظر القانون. أسباب التأخير عديدة، من سوء إدارة وتواصل بين وزارة العدل والداخلية يلي بيتشاركوا سوا مسؤولية السجون، رغم أنه في قرار وزاري بال2012 قرر ينقل إدارة السجون لوزارة العدل وبعده ما تطبق، لقطعة الكهرباء وظروف العمل الصعبة بقصور العدل، للنقص بعدد القضاة بسبب عرقلة التشكيلات القضائية، لمشاكل أبسط بكتير مثل أنه أكتر الملفات للمساجين بعد ما تبرمجت وبعدها على الورقة والقلم. أنا ساعة اللي بدي تتأجل جلسة 4 مرات من وين بدي ضل عندي أمل؟ ساعة اللي بدي شوف الدولار عم يوصل لـ50,000 برا وعارفة أمي ما عم فيها تاكل، وين بدي يكون عندي أمل؟ بس الأهم هو المشاكل بالقانون، مثل وجود بند بالمادة 108 من قانون أصول المحاكمات بيسمح بالتوقيف غير المحدد للمشتبهين ببعض الجرائم مثل يلي بتتعلق بالمخدرات، ورح يبقى في ناس ناطرة لسنوات محاكمتها ورح تبقى السجون مكتظة، وهيدا الشيء اللي عم بيرسخه القانون. أما سبب المشكلة الثانية فهو مرتبط بهوية مين بيفوت على السجن. مثلاً من أصل 8000 موقوف حسب إدارة السجون، في 3000 موقوفين بتهم صغيرة نسبياً متعلقة بالمخدرات، المروجين الكبار ومافيات التجارة أقلية صغيرة. بشكل عام الأكترية بالحبس من وراء تهم ما بتعتبر بتشكل خطر داهم على المجتمع. هالأكترية بالحبس مش بس لأنها متهمة بارتكاب جريمة، بس لأنها أصلاً فقيرة أو من جنسيات أجنبية وبتفتقد لأدنى شروط الحماية الاجتماعية. بظل قوانين بتستسهل بعقوبة الحبس، وبظل نظام عام غير عادل مبني على الإفلات من العقاب، السجن بأكتريته موجه ضد فئات مهمشة بعاقبها بالنسيان لأي غلطة بغض النظر عن الجريمة. السجون منن مكان لإعادة تأهيل المجرمين، ولا منفى لنعزل فيه الناس يلي بشكله خطر على المجتمع. ممكن نعتبر هالفشل ناتج عن سوء إدارة، وممكن ينحل مع ازدياد لميزانية السجون مثلاً، بس السجون أصلاً ما بتهدف لهيك شيء بلبنان أو بالعالم، وهيدا يلي لازم يخلينا نسأل إذا هالسوء الإدارة منه سياسة مقصودة بحد ذاتها. النظام العقابي بلبنان بيشتغل تيعزل ويعاقب أضعف فئات المجتمع من خلال عقاب النسيان بدهاليز الحبس. سوء الإدارة هو العقاب اليوم، هو عقاب موجه طبقياً وعرقياً تينفي فئات من الحيز العام. السجن مش هدفه يعاقب المجرمين، لأنه المجرمين الحقيقيين برات السجن. السجن هدفه يعاقب الفئات يلي معاقبة أصلاً بنظام من اللا عدالة المعمم. سجن رومي يحترق، سجن رومي يحترق. والنظام العقابي بسوء إدارته بيشكل درس للمجتمع بكامله. الاستنسابية والنسيان منن استثناء للسجن، هن خلاصة نظام عام بيهدد كل واحد بأنه أي غلطة رح تكون عندها نتائج كارثية على حياته كلها ولعائلته. سوء الإدارة والنسيان الناتج منه هن التهديد يلي بيحوم فوق راس كل واحد عايش هون. تنقارب مسألة السجون ما بيكفي نبحث بس بميزانية إدارة السجون أو طول السنة السجنية أو كيف بدنا نجيب كهرباء على قصور العدل، بس لازم نعيد النظر بمفهومنا كمجتمع لشو يعني جريمة وشو العقاب المناسب لإله وكيف بيكون. ونقطة البداية لهيك إعادة نظر منا السياسة من فوق، بس من هونيك، من ورا حيطان رومية، من عند هول المساجين يلي منجرب ننسيهم لأنه منخاف منهم أو منخاف نلاقي حالنا بيناتهم أو لأنه ما منعرف نتضامن معهم. كفى